الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة، أقوى دولة برئاستها، بحكومتها، بالمؤسسات نتاعها كلها، وبالجيش الوطني الشعبي نتاعها اللي برز وثبت وبرهن باللي هزم الإرهاب كيما جدودنا وبياننا هزموا فرنسا أثناء حرب. طائرات مغربية في السماء الجزائرية. طبعا خوتي في هذا الفيديو راح نديكم ثلاث فيديوهات. الفيديو الاول راح تشوفوا فيه اربع طائرات جزائرية من نوع ميغ في احتفال 5 جويلية، وراح نديكم طائرة جزائرية تخترق مجال الصوت بسرعة خيالية، والثالثة راح نديكم طائرة مغربية التي ارعبت كل الجزائريين. هذه الطائرة المغربية الحربية راني نحكي لكم رامي زوخوا بها المراركة بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي باللي هذه طائرة نتاع المروك. درك نشوف لكم اسكو هذه طائرة مروكية ولا لا. كما راه درت لكم بالعرض البطيء وشفتوا معايا الطائرة الجزائرية اللي اخترقت مجال الصوت بالعرض البطيء وما تحكمهاش. نخلي لكم تسمعوا الصوت نتاعها المرعب كيفاش فاتت بسرعة جنونية، ونروحوا للطائرة المروكية. كما خاوتي شفتوا هذه الطائرة بسرعة خيالية، أنا ثابت ما عرفتش وش من نوع هذه الطائرة، لا هي سو 30 أو سو 35 أو سو 57، ما عرفتهاش الطائرة هذه ليسونسيال. مهم صوتها مرعب. روحوا للطائرة المروكية. بعد ما شفتوا هذه الطائرة المروكية شوفوا معايا بالصورة هنايا. هلا الحليب اللي بنشربه حليب غنم ما هي؟ وش من بلد هذه الطائرة؟ ماهيش مروكية. العياشي انت يا بطل في المواقع التواصل الاجتماعي بالخرطي والكذب، كي تجيب دليل حط العالم نتاعك، ما تحطش العالم تاع امريكا ولا تاع اسرائيل ولا تاع الامارات، حط العالم نتاعك. زوخ ببلادك ما تزوخش ببلاد الرجالة او برزق الرجالة. الجزائري عمره الا قال شوف هذه الطائرة نتاعنا وهي ماهيش تاعنا، لا نتاعنا ماشي نتاعنا، ما نزوخش برزق الناس. يقول المثل مكسي برزق الناس عريان وانت عريان العياشي. تلقاو ان شاء الله في فيديو جديد. تلقاو في رواحكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وأحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي واحتراماتي لكم ودعواتي بأن يرفع الله الوباء والبلاء عن الأمة العربية وسائر بلاد الدنيا، وأن يشفي كل مريض يتألم، ولا يحرمنا أبدا من أحبابنا يا رب العالمين. طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم. كبسولة جديدة استثنائية من حكاوي. أنا صحيت من النوم الصبح يا جماعة، لقيت خبر نشروا موقع إلكتروني اسمه أوراس، هو قرقوبي طبعا. خبر غريب جدا جدا، يعني تخطوا مرحلة الكذب. يعني هم تخطوا مرحلة الكذب. عندنا في مصر اللي بيكذب بنقول عليه كذاب، لكن اللي بيحكي حاجات خارج نطاق العقل بنقول عليه فشار. يعني هم تخطوا حدود الكذب ودخلوا في مرحلة الفشر، بقوا يفشروا ويقولوا حاجات لا يعقلها عاقل. يعني خلاص تخطوا كل الحدود يعني. فضيفوا بقى، ضيفوا الكذبهم وضيفوا الهرتلتهم وضيفوا الفشرهم وضيفوا القوة الضاربة، أقدم بلد في التاريخ، الشمس اللي مفيش زيها عندهم، يعني هم أصحاب كل شيء في الدنيا، هم ضيفوا بقى كل ده. لما حد بيجي يذكر اسمها بيسجد ويركع، الحاجات اللي احنا عارفينها كلها دي، ضيفوا لها بقى العته والهبل والفشر اللي جاي ده.
الكبسولة دي زي ما بقول لكم هي استثنائية، مش أساسية، واعتبروا ان انا ما قلتهاش يعني، لان هو كله كلام في الهجايص يعني، كله كلام في السفلكة يا حلولي. بيقولوا ايه بقى؟ الموقع ده نشر خبر بعنوان مجلة أمريكية. بتقول ايه المجلة الأمريكية؟ أسرع المقاتلات في العالم تحرس أكبر دولة في أفريقيا، الجزائر. العنوان مكتوب كده وهنزله لكم على الشاشة. كشفت مجلة ميليتري ووتش الأمريكية أن دويلة الجزائر تملك أسرع طائرات قتالية في العالم، مؤكدة أن سلاح الجو القرقوبي يعد الأقوى في القارة منذ عدة سنوات أو منذ سنوات طويلة. طبعا يعني أنا مش هعلق، إحنا كلنا شفنا العرض العسكري بتاعهم بتاع فشكريحة، وهيخرب بيوتهم، الله يخرب بيوتهم على بيت فشروهم على بيت كتبوهم، دول عايشين في غيبوبة والله، بيغيبوا شعبهم، بيغيبوا شعبهم. ومش احنا اللي قلنا، ده مجلة أمريكية هي اللي قالت، احنا ملناش دعوة يعني، عند الجد هي اللي قالت مش احنا، احنا ملناش دعوة، احنا ما قلناش حاجة خالص. هو الهبل ده، هو الفاشر ده بقى، قال هم اللي بيملكوا أقوى سلاح في العالم، ومجلة أمريكية اللي بتقول أقوى سلاح جوي في العالم بتملكه دويلة قرقبيان العظمى، القوة الضاربة في عمق البطيخة. الأفف دول، الأفف ده لسه اللي جاي أكتر يعني، بيملكوا أقوى سلاح طيران في العالم. سبحان العاطل الوهاب من غير مناسبة يعني، بيملكوا إيه؟ هم عارفين يأكلوا الناس، هم عارفين يأكلوا الناس، ده الناس ميتة من الجوع، الناس عايشة على فرقش الحمير ورجول الدجاج يعني. انا مش فاهم العالم دي، اللي عرض العسكري اللي جابوه، اللي عملوا فشكريحة في الشارع، اللي كله معدات من القرون الوسطى، بقايا الروس، بقايا الاتحاد السوفيتي، بيملكوا اقوى سلاح طيران في العالم، وامريكا اللي بتقول، مش حد عادي، امريكا هي اللي بتقول. ده يخرب بيوتكم، ده انتوا جننتونا والله العظيم، يخرب بيت كتبكم وفشركم، ده جت كل قرف، قرفتونا يا جماعه. ده ما بقولش ده احنا خلاص، احنا نروح 36 ولا نروح احنا العباسيه، خلاص احنا اللي هنتجنن على فكره. هو الشعب عمال اللي بيدوله وبياخده وبيستوعبه وفرحان بيه، وهم عمالين يكذبوا، واحنا اللي عمالين، احنا اللي عمالين دماغنا عماله تلسع كل يوم، تلسع شويه يعني، اليومين متقرقبين اكتر من اليوم اللي قبله. واكدت المجله المتخصصة في الشأن العسكري أن أسطول الجو القرقوبي الوحيد في القارة الأفريقية اللي بيتألف بالكامل من تصميمات الجيل الرابع الحديثة. الله يرحم فشكريحة لما جه المعرض بتاع مصر ووقف وتنح قدام الطيران المسيرة، ما هوش عارف أولها من آخرها، وقف قاعد يجي ساعتين اتنين واقف يتفرج على الطيارة، متخيل إنها لعبة قاعد بيتفرج عليها. دلوقتي هما بيملكوا الجيل الرابع في مع 9 وحدات جوية يعني، بتتألف من طائرات حديثة جدا. أيوة بتشتغل بالريموت يعني، طائرات حديثة جدا بتشتغل بالريموت زي بتاع اللعب للعيال كده. وهي الآن تواصل تشغيل الوحدة 10 من الطائرات المقاتلة المكونة من طراز ميج 25 ذات الوزن الثقيل، وهي عبارة وهي أسرع طائرة مقاتلة في أي مكان في العالم. بقى هي المجلة هتقول كده، المجلة الأمريكية هتقول كده، وهيخرب بيوكم يا جماعة. إذا كان اللي بيتكلم عاقل يخلينا إحنا مجانين، مين يصدق الكلام الفارغ ده؟ في أسرع مكان في العالم طائرة مقاتلة، أسرع طائرة مقاتلة في أي مكان في العالم، اوعى وشك يعني، اوعى وشك، ما توقفش في سكتها. وأشارت ده اللي هي المجلة برضو إلى أن دويلة القرقوبي أول دولة تقتني طائرة الميج 25 بعد 7 سنوات من تشغيلها لأول مرة في الاتحاد السوفيتي عام 1970. يا نهار أزرق، يعني أنتوا تقتنتوها سنة 1977 وهي أسرع حاجة وأكبر حاجة في أي مكان في العالم، وأمريكا اللي بتقول من سنة 77. يا لهوي يا لهوي
انتوا ده في نظركم انتوا على فكره، يعني يعني في نظركم انتوا ان دي اسرع حاجه من سنه 77، ما انتوا بنقاء من سنه 77 انتوا مقتنيين من الاتحاد السوفيتي وهي اسرع حاجه في العالم وامريكا اللي قالت. طب حطوا نفسكم انتوا بقى مكاني لما تقروا الكلام ده، مش المفروض اشارك حبايبي فيه ولا احتفظ بيه لنفسي؟ يعني اتجنن انا لوحدي ولا انتوا تشيلوا عني شويه؟ يعني نخفف على بعض. الله يخرب بيوتهم، يخرب بيوتهم. يا لهوي يا لهوي على الكذب، يا لهوي على الكذب. كذب ايه ده؟ فشر. الله يخرب بيكم على بيت اليوم اللي سمعنا عنكم فيه ده. انتوا هبلتونا والله العظيم، جننتونا بال ده. انتوا كدابين كذب الابل من سنة 77 واسرع طائرة في ال اللهم الاعتراض. وهذا ما جعل دويلة الجزائر تفوق في مقاتلاتها الجوية المقاتلات الغربية والاسرائيلية. يعني هي دلوقتي اقوى سلاح طيران في افريقيا عندها الميج 25، وبتفوق بيه الطيران الغربي يعني دول اوروبا والاسرائيلي. يعني شوفوا يعني بس كده. واستخدمتها دويلة الجزائر عندما استضافت مؤتمر منظمة التحرير الفلسطينية عام 1988 لفرض منطقة حظر طيران حول منطقة المؤتمر. أمنت المؤتمر سنة 88 بالطيران ده، الطيران الأسرع حاجة في العالم ده في أي مكان في العالم، أمنت بيه بتاع في مؤتمر. فاهمين انتوا بقى، مش لازم اقعد اتكلم. سنة 88 كانت اسرع طيران في العالم لحد النهارده من سنة 77، امنت في 88 واحنا في 2002 اسرع طيران لحد دلوقتي، اقوى في المنطقة، اقوى في الكرة الارضية، اقوى في اي كل مكان في العالم. وامريكا اللي بتقول احنا ما قلناش حاجة، فش كريحة ما قالش حاجة. وكانت اسرائيل ده بقى في مؤتمر منظمة التحرير الفلسطينية اللي عقد عندهم سنة 88 وأمنوه بالطيران السريع الفظيع البشع ده، كانت إسرائيل بتعتزم ضرب قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر، كانت هتضرب المؤتمر. لكن طائرات ميج 25 أجبرت إسرائيل على التخلي عن خططها. طيران خلاهم رجعوا في كلامهم، وأمريكا اللي بتقول على فكرة. البعبع بتاعهم دولة القرقوب البعبعة البعبع اللي بيخوف كل الناس، اللي بيخوف العالم كله، حتى أمريكا بتخاف منهم. إسرائيل كانت هتضرب سنة 88 مؤتمر منظمة التحرير الفلسطينية، إنما الطيران الميج 25 الفشيع البزيع الفظيع خلاهم شالوا الفكرة من دماغهم. ربنا يوفق الناس على بعضها. مش بقول لكم احنا هنتقرقب وهنتجنن، هنروح 36، شويه مننا يروحوا 36 وشويه هيروحوا العباسيه. لا ومش كده وبس، ده بتقوم روسيا حاليا، روسيا اللي متنيله على عينها ب 60,000 مليون نيله في حربها مع اوكرانيا، بتقوم حاليا بتطوير الجيل القادم من الطائرات المعترضه دي بي باك لتكون اسرع بكثير من الميج 25، ويحتمل أن تكون أسرع من الصوت، فلربما برهبس احتمال تكون أسرع من الصوت. وطبعا دويلة الجزائر ستحصل على هذا النوع من الطائرات. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بإعلامها بصحفها بمجلتها بتحذر العالم كله من دويلة الجزائر وبتقول لهم احذروا، هتمتلك طائرات أسرع من الصوت، هتجيبها من روسيا، وعندها طيران من سنة 77 بيكتسح أي حاجة تقف قدامه، وراعب إسرائيل وراعب الدول الأفريقية كلها وراعب الدول الأوروبية وأقوى من كل حاجة، فاحذروا البعبع قادم. يعني إيه احذروا؟ يعني أي حد يفكر عندنا الميج 25 من سنة 77 ملهاش حل يعني. طيب نصيحتي بقى لهم، عشان احنا خلاص كده شيعنا، نصيحتي لهم بقى روحوا هاتوا بقى بطاطا للشعب، وكل واحد ادوله كيسين 3-4 حليب،
وهاتولهم شوية عدس وحتتين لحمة بتاعت بقر، احنا داخلين على العيد، بدل ما بتأكلوهم لحم حمير وبغال، واركنوا موضوع الطيران والأسرع من الصوت والقوة الضاربة واركنوهم على جنب شوية، احنا مصدقينكم، احنا خلاص احنا مصدقينكم، انتوا اللي مفيش منكم حد، احنا مصدقينكم، بس اكلوا الشعب بقى، عشان كده حرام عليكم، ربنا هيولع فيكم بغاز، بغازكم مش هيجيب غاز من بره، اكلوا الشعب بقى وقولوا لابراهيم شنبولة كفايه الفلوس اللي بيعمل يلهفها، ويعني كفايه ده انتم مصورين مع ياسر عرفات، مع اسمه عباس ابو مازن، ويعني وقاعد وهو عامل زي الحراميه اساسا، معرفش ده كنتوا جايبينه يحرس الاحتفالات بتاعتكم، انتوا بتحتفلوا بالبتاع بتاعكم ده كم مره في السنه بتاع الاستقلال، انتوا استقلتوا كم مره في السنه يعني، ده دلوقتي وبعد شويه وفي شهر 9 انتوا في هو في ايه، هي هبله ومسك الطبله، المهم يعني اكلوا شعبكم وعيشوا، عيشوا زي البني ادمين، ما عايش الله يخرب بيوتكم، ده انتوا قرفتونا، انتوا مقرفين، جاتكم القرف، جاتكم 60,000 مليار شليار نيل عليكم، اسرع من الصوت ايه، و77 ايه، واف اف ولا ميج 25 ايه، هو انتوا لاقين تاكلوا، بطلوا فشر بقى، ده انتوا حاجه تقرف، جاتكم القرف، قرفتونا خلاص، انا زهقت زهقت. اصدقائي واحبابي، كل تحيه والتقدير لكم، سعدت بكم وسعدت بوجودي معكم، دعواتي بان يشفي الله كل مريض يتالم، واولهم القراقيب، يا يشفيهم يا ياخدهم ويريحنا منهم، والله يا ريت ياخدهم ويريحنا منهم، ولا يحرمنا ابدا من احبابنا يا رب العالمين، طبتم اينما كنتم وطابت اوقاتكم، عاشت مصر وعاش المغرب، ولا عاش من عادهما ولا خانهما، ودائما وابدا وما حييت اقول ان العروبه ليست دوله، انما العروبه وطن لمن يعي ويفهم ويعقل معنى كلمه وطن. كل التحيه والتقدير والاحترام لكم، واشوفكم في كبسوله جديده، وعلى وعدي ليكم عبد الحليم حافظ وعلاقته الروحيه بجلاله الملك الحسن الثاني رحمه الله. كل التحية والتقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.